مستمعينا الافاضل، ينطلق بحفظ الله ورعايته الشوط 19، وهذا الشوط هو شوط ما قبل الختام، وبعد هذا الشوط سوف ينطلق شوط الختام ليسدى الستار عن السباق التمهيدي الصيفي الثالث. نبدا بحضراتكم مع المقدمه ومع اول المنطلقات في هذا الشوط، اللي هي التماس لسعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبد الرحمن بن حمد الثاني، وبقيادة المضمر محمد بن مسفر بن محمد بن مسفر الجربوعي. ننتقل إلى المركز الثاني. المركز الثاني الانطلاقة من قبل ظن لعبد الرحمن بن محمد بن علي الجربوعي المري، ينطلق مع ظن على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات بطرة لعبد الله بن مسفر بن علي بن سفران المري، ينطلق مع بطرة على المركز الثالث. المركز الرابع شاهينية لعبد الله بن سعيد بن حمد الزعبي بن قرح، بينما المركز الخامس من الجانب الأيمن يبدو أن شعار بن نجم ينطلق على المركز الخامس. لحظات لنتعرف على صاحبة المركز الخامس اللي هي ظن لعبد الرحمن بن محمد بن علي الجربوعي المري تتقدم، ولكن نعود إلى الصدارة وإلى المركز الأول وإلى شعار التماس اللي على المقدمة لسعادة الشيخ ناصر بن مبارك بن عبد الرحمن بن حمد الثاني، ولكن الجماعة جوك رافعين راية التهديد مع انطلاقة أيضا أول نداء وإذاعة أيضا لهذه التي فاجأتنا تحية، وصلت تحية تبحث عن التحايا وتبحث عن الناموس مع انطلاقة حمد بن محمد بن عبد الله بن محمد الزعبي، وأيضا شعار بن نجم عبد الرحمن بن محمد بن علي الجربوعي المري، وشعار بن سفران، ولكن تحية وبن سفران، بطرة وتحية وبطرة، يا سلام، ولكن غير شعار بن سفران على ظهر بطرة عبد الله بن مسر بن علي بن سفران المري، ينتزع المركز الأول انتزاعا، المركز الثاني كان من نصيب. تحية لحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد الزعبي المركز الثالث. آفاق لعبد الهادي بن هديب بن سالم الجربوعي المري المركز الرابع. أمجاد بريك بن طالب بن هادي بن هليل المري، بينما المركز الخامس كان من نصيب غنايم لراكاب بن حزام بن محمد بن راشد المري. نعود إلى التوقيت الزمني بعدما رأينا المنافسة المثيرة التي خاضتها بطرة وتحية. التوقيت الزمني 2:11:40 جزء من الثانية. تهانينا لمالك بطرة عبد الله بن مسفر بن علي بن سفران المري المركز الثاني، كان مع تحية لحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد الزعبي، تقطع المسافة في 2:11:50 جزء من الثانية، بينما المركز الثالث كان من نصيب ظن لعبد الرحمن بن محمد بن علي الجربوعي المري، تقطع المسافة في 2:12:74 جزء من الثانية.